المهرجان المغربي بالرعاية السامية الملكية. بطبيعة الحال مهرجان اللي عنده وزن ديالو. أنا كمتواجد بإيطاليا وكمهاجر الدرجة الأولى، هذا المهرجان تعرف بالدرجة الأولى بالمهاجر المغربي ومطبيعة الحال بالجالية المغربية والثقافة المغربية. وأظن أن المهرجان تتحسن سنة عن سنة، وهذه السنة هناك محورين مهمين، منهم المحور الأول هو تعايش الأديان لموضوع آني، والموضوع الثاني هو مسألة اللي سابقة هو أن هناك تكوين جمعيات في تحسيس للقضية الوطنية من أجل التعريف بالقضية الوطنية للإنسان الإيطالي، للسياسي الإيطالي، حتى يتمكن الكل بمعرفة المستجدات يعني الهادفة للمغرب وللمغاربة جميعا. ستنعقد إن شاء الله الدورة السابعة من مهرجان الإيطالي المغربي الذي ينعقد كل سنة في منطقة الفينيتو، إذن بفينيسيا وتريفيزو، وينعقد هذه السنة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وسيعرف هذا المهرجان عدة فقرات ثقافية وفنية ومناظرات ذات طابع اقتصادي، وكذلك أنشطة فنية من موسيقى وقراءات شعرية وأفلام عن المغرب، وكذلك مقابلات رياضية حبية بين فرق مغربية وإيطالية. احنا الحمد لله هذه السنة في الدورة السابعة، بعدما مروا دورات الحمد لله اللي استفدوا من الجمهور المغربي بإيطاليا، وحتى الجمهور اللي كيجي من خارج إيطاليا، بحيث أن هذا المهرجان ولا كيعرف واحد الإشاعة على المستوى الأوروبي، ممكن نقول على المستوى العالمي، كيجيو الناس من دول أخرى باش كيحضروا ليه بحكم البرنامج ديال الساخير، برنامج اللي عنده واحد البعد ثقافي، بعد فني وبعد رياضي واقتصادي أيضا. هذه السنة هذه غيكون أفلام مغربية اللي كتدخل في إطار بانوراما الفيلم المغربي. فالهدف ديالنا من هذه البانوراما السينمائية ماشي هي الاستمتاع بالفيلم وفكوك أو فك رموز الحبكة ديالو، ولكن الهدف الأسمى عندنا هو استقطاب المنتج الإيطالي والمنتج الأوروبي من جديد، والفنان والمخرج الإيطالي أيضا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.